بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن أمام دار الصوف، وهي بناية تابعة لدار مصطفى باشا، وأنشئت في نفس الوقت يعني في 1798، وهي متصلة بدار مصطفى باشا بصباط، يعني انتينال من الطابق العلوي، كانت متصلة من الطابق العلوي، وهي واقعة في شارع الإخوة خلادي رو دو لانتوندونس، شارع لانتوندونس. مش بعيد بزاف على مصطفى باشا، في هذه الدورة برك كاين شارع مصطفى، يعني قصر مصطفى باشا. شوف إلا لاحظتوا دار الصوف، شوف هذاك ضرب النح جاي الفوق كامل، هنا أو الفوق كامل، ما كانوش طوال. وعليكم السلام ورحمة الله. ما كانوش طوال بهذه الدرجة، ولكن كانوا كيجيو بالحصان بالعود يخبطوا لتما. ودار الصوف هذه كان مخزن للصوف كما يدل عليها اسمها، يخزن فيه الصوف، كانت أقبية تاع الصوف، وكان يقال انه كي يجيو يبومباردو الجزائر كانوا يديروا كبات كبار للبارون دولان باش كي يضربوا ما يقيسوش البنايات على حسب ما يقال. اذا دار الصوف تحفة من التحف، بنيت في 1798، وهي ملحقة وتابعة لقصر مصطفى باشا. لما توفي مصطفى باشا في 1805، أو بالأحرى قتيلة، جاء أحمد باشا فألحقها، أعطاها الجيش الانكشاري. لماذا؟ لأنه سمع باللي مصطفى باشا بنى هذا البناية، هذا الديار هذا بمال الجيش، إذا ألحقها أعطاها الجيش الانكشاري. إذا في 1830 كي جا سليمان الفرنسي استعملها كوم أن أوتيل تالي ميليتير، أوتيل لانتوندونس ميليتير، في 1830. في 1871 هكذاك، وكما أشرنا من قبل يعني باللي كانت مقر ثاني لمصطفى باشا، كما قلنا في 1875 كانت مقر لمحكمة الجنايات والمدعي العام، وكانت مركز للتأديب، وكانت كلاسي كما نقولوا كثورة وطني في 1887. في 1962 سكنوا فيها واحد الوقت، وهي حاليا المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها منذ 2008. المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها منذ 2008، ويعني ممنوعة للزيارة هذه الدار هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.